كيف يستعد الأهلي؟ إيه أخبار القلعة الحمراء؟ نروح لجنوب أفريقيا، لكن الجانب الآخر المصري بالنسبة لجنوب أفريقيا مع الكابتن خالد علي. كابتن خالد أهلا بيك، ازيك كابتن هاني؟ ازي حضرتك؟ أخبارك إيه؟ بخير الحمد لله، كله تمام الحمد لله. الحمد لله. طيب، بعثة الأهلي وصلت بالأمس واتمرنت النهاردة أول تمرين واضح، تدريب جماعي، والناحية التانية سان داونز المتأخر بفارق هدفين ذهابا. عايز أطمن وأعرف إزاي بتسير استعدادات الفريق الجنوب أفريقي. زي ما حضرتك اشرت يا كابتن هاني، الفرقتين وصلوا على طياره واحده يوم الاثنين الصبح، وصلوا امبارح الساعه 7. طيار فريق النادي الاهلي استقل الحفله ووصل على بريتوريا في خلال ساعه. عملوا تدريبات خفيفه الساعه 3 في نفس يوم الوصول. مرنوا النهارده تمرين على ملعب تي يو تي اللي وفره لهم سان داونز. طبعا بالنسبه لسان داونز، يوم الاحد سان داونز ما اتمرنش، اللي هو تاني يوم من المباراه من النادي الاهلي. يوم الاثنين كان في امبارح راحه سلبيه، والنهارده كمان راحه سلبيه. هيبدا بكره سان داونز الاستعدادات الجديه لمباراه النادي الاهلي ان شاء الله، مباراه الاياب يوم السبت الساعه 3 بتوقيت القاهره، هو نفس توقيت جوهانسبرغ. طيب، يعني امبارح كنت بتكلم مع صحفي جنوب افريقي وبتكلم في فكره ان الصحف نفسها بتتكلم ان سان داونز مهدد بالخروج من دوري الابطال بعد الخساره بهدفين في مصر. قال لي انه الفريق اكيد بيعول على قصه انه بيلعب على ارضه وانه ما بيتغلبش على ارضه بسهوله، وفكره الخمسه مش سهله اكيد ان هي تتكرر، لكن ان هي ممكن يعتمد على العامل النفسي. هل ده عامل بيفكر فيه الفريق في المرحله الحاليه؟ أكيد يا كابتن هاني، دلوقتي المباراة الذهاب انتهت بكل حلوها وكل مروعة. أكيد ترتيبات نادي سان داونز دلوقتي بيفكر الـ أي شيء يحط ضغط على الفريق المنافس هيبدأ يعمله. هو راجل اتكلم حتى في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، قال أنا دلوقتي النادي الأهلي جاب هدفين، إيه اللي يمنعني إن أنا ما أجيبش هدفين في بريتوريا؟ فكانت تصريحاته منطقيه جدا، والفريق زي ما قلت لحضرتك الفريق بقاله 4 أو 5 سنين دايما متواجد في دور الثمانيه او دور الاربعه. فريق منظم، فريق يقدر يصنع الفارق. بالنسبه للنادي الاهلي، عارفين النادي الاهلي فريق كبير، النادي الاهلي عاملين له حساب كبير جدا. بس في النهايه دلوقتي هو خروج المغلوب، انت ما فيش حاجه لفريق سان داونز ان هو يبكي عليها. فريق سان داونز يكون او لا يكون لازم يثبت للجميع ويثبت لنفسه ولدولته ان انا ما كسبتش النادي الاهلي بالحظ، ما خرجتش النادي الاهلي السنه اللي فاتت بالحظ. اكيد ده اللي بيعول عليه الجهاز الفني لفريق سان داون، في الاعتبار برضو فريق النادي الاهلي عارف الكلام ده كويس وعامل حساباته للكلام ده كويس. فريق النادي الاهلي صرح اكثر من مسؤول ان هم جم لبريتوريا وناسيين نتيجه مباراه الذهاب. مظبوط، وده الصح اللي هم عملوه. زي برضو فريق سان داون هو بيلعب وهيبقى عليه ضغط لان هو خسران مباراه الذهاب 2-0. ففي الكوره، نتيجه 2-0 نتيجه تقيله بس مش نتيجه صعبه. طيب، ده كل اكيد المسج اللي بيوصل للاعيبه سان داونز، واضح يعني انتوا قادرين وعملتوها قبل كده تقدروا تعملوها دلوقتي. تمام. هو ما يقلق الصحفي الجنوب افريقي اللي كان معانا امبارح انه بحسبه سان داونز بيفتقد للاعب الهداف، اللاعب اللي هو رقم 9. هل ده بالنسبة لبيتسو موسيماني فعلا صداع قبل مواجهة محتاج فيها يسجل هدفين على الأقل؟ مظبوط، وهو اتكلم في ده يا كابتن هاني، لأنه عنده الهداف نمرة 9 أفونسو مصاب، وعنده مورينا برضو الجبهة اليمين كلها. مورينا حضرتك كان بيطلع، كان بيلعبه أوقات من المباراة بيلعب بطريقة برشلونة، بيلعب بـ 4-3-3، ما كانش ساعات في مهاجم بيطلع الباك اليمين مورينا يلعب كسترايكر. فهو عنده اثنين مهمين جدا من فريق سان داونز مش موجودين. فده طبعا لخبط له حساباته، ما عندوش. يعني انت شفت حضرتك مباراه الذهاب كان جات له فرصتين، لو كان هدف في الشوط الاولاني كانت النتيجه اتغيرت جدا. بالنسبه لفيلاكازي، فيلاكازي لعيب مهم، بس فيلاكازي مش بيخلص من الفرصه الاولى. افونسو غير، افونسو من نص فرصه بيسجل. فاكيد الموضوع ده بيأرقه، اكيد الصحفيين برضو عامل لهم ازعاج انه ما عندوش اللعيب الهداف. بس لو اتفرجنا على مباريات سان داونز كلها، سان داونز ما بيعتمدش على لعيب واحد بيسجل اهداف، كل لعيبه سان داونز بتسجل. هي دي الميزه اللي بيعتمد عليها بيتسو موسيماني
بيحفظ لاعيبته وبيحرك لاعيبته زي ما هو عايز. تمام. نتيجة مباراة الذهاب فوز النادي الأهلي 2-0 زي ما قلت لحضرتك هي نتيجة مطمئنة، بس مش صعبة على فريق صن داونز إن هو ممكن يحرز في مباراة العودة. اخيرا الحوار اللي كان دار بين موسيماني وبايلر، هو طبعا موسيماني اظهر احتراما شديدا لبايلر في المؤتمر الصحفي، لكن كان التساؤل دايما على اللي دار في الحوار بينهم جوه ارض الملعب. هو في شقين حوار، هو برضو امبارح بس نلفت نظر حضرتك لحاجة. لما وصلنا على الطائرة احنا كنا على طائرة واحدة، بيتسو موسيماني اشرف على دخول بعثة النادي الاهلي لجوهانسبرج، امر لعيبته والجهاز الاداري ان هم يقفوا ويفوتوا لعيبه النادي الاهلي وجهاز النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب ان هم يتفضلوا قدامهم علشان يخلصوا الاجراءات. ودي كانت لفته طويله منه، وابرزها ابرزتها قناه النادي الاهلي وابرزها الناس الميديا اللي كانوا موجودين مع النادي الاهلي. بالنسبه للحوار اللي دار بينه وبين فايلر، انا سالته وكانوا بعض الصحفيين الاهلاويه سالوه هو ايه الحوار اللي دار بينه، هو كان بيتكلم معاه على ضربه جزاء، كان بيقول له ان هو شايف ان هي مش ضربه جزاء. فطبعا احنا صلحنا له وقلنا له يا كوتش لا، هي ضربه جزاء لما شفناها احنا في الاعاده فوق، ونزلنا وورينا له بعد انتهاء المباراه قبل ما يخش المؤتمر الصحفي. فقال طبعا هي ضربه جزاء، انا كنت مخطئ لما تمام. كنت بنقول له، بس هي لقطه ظهرت قدامي فاكيد كنت انا بس بنتكلم معاه في الحته دي. تمام، انا بشكرك كابتن خالد علي منسق فريق سان داونز في جنوب افريقيا، بشكرك شكرا جزيلا. طبعا اللقاء هيقام بين الفريقين باذن الله يوم السبت المقبل هناك.